بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 29. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع حاسين ميم عين من الرياض. هذا المستمع عرضنا جزءا كبيرا من أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء بقيت له هذه القضية. يقول: نويت إن شاء الله أن أعتمر عن عدة أشخاص متوفين، وسؤالي: هل يجوز أن أعتمر لهم جميعا بطواف وسعي وتقصير واحد، أم أن كل واحد لوحده بطواف وسعي وتقصير؟ أفيدوني مشكورين، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإذا كان هؤلاء الذين تريد الاعتمار عنهم أمواتا فلا بأس أن تعتمر عنهم، بشرط أن تكون أنت قد أديت العمرة عن نفسك، ولكن لا بد لكل واحد من عمرة مستقلة بطواف وسعي وتقصير، لأن العمرة، لأن الحج لا يجزي إلا عن واحد، وكذلك العمرة لا تجزي إلا عن واحد، ولا يقبلان الاشتراك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من الأردن، وباعثها مستمع وقع توقيع غير مقروء. المهم، قضايا كثيرة في هذه الرسالة، إحداها يقول فيها: والدي يبلغ من العمر 90 عاما وهو تارك للصلاة، وعندما أدعوه لأدائها يقول: إنني معذور بسبب سلس البول. فأبين له أن هذا ليس عذر، وبينت له الأصول التي ينبغي اتباعها. كان والدي سابقا يصلي بشكل متقطع، وأخلاقه فيها غلظة مع زوجته وأولاده، ولا يحسن التصرف في حياته، ولكن عقله لا يشوبه شيء. لم يكن قد حافظ على صلاة الجماعة، يدعي الإيمان والعلم، يذكر الله كثيرا حينما يأوي إلى فراشه. ما هو حكمه كمسلم، وما هي علاقته بأولاده؟ والحال ما ذكر، جزاكم الله خير وأحسن إليكم. حال هذا الرجل سيئة، لأنه مضيع للصلاة، ومن ضيع الصلاة فليس له حظ في الإسلام، فعليه التوبة إلى الله عز وجل، وختام عمره بالتوبة والمحافظة على الصلاة، والتوبة يغفر الله بها ما سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فعليه أن ينتهز فرصة بقية عمره، قد لا يكون بقي له إلا القليل في علم الله، فعليه بالمبادرة إلى التوبة الصادقة والمحافظة على الصلوات وسؤال الله، وعليه بسؤال الله حسن الختام والوفاة على الإسلام. أما إذا بقي على هذه الحال الذي ذكرتها، لا يصلي إلا متقطعا فيما سبق، والآن لا يصلي أبدا معتذرا بسلس البول، فإنه في هذه الحال ليس على دين الإسلام، ولو مات على هذه الحال لمات غير مسلم. إلا إذا كان يظن أن سلس البول عذر له في ترك الصلاة لجهله، فقد يدرى عنه الكفر بسبب جهله وظنه أن من عليه سلس البول لا تجب عليه الصلاة، لكن هذا زال ببيانك له، فأنت بينت له أن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله ثابتا، ولكنه يصلي على حسب حاله. الذي به سلس البول يتوضأ، يستنجي أولا، ويضع حافظا على ذكره من تسرب البول، ثم يتوضأ ويصلي في الحال، ويعمل عند كل صلاة
مثل ما عمل الصلاة التي قبلها من الاستنجاء والوضوء والصلاة في الحال، ولا يجوز له ترك الصلاة. فإذا تبين له هذا وأصر على ترك الصلاة فإنه يكون كافرا لزوال عذره. الحاصل أن الأمر خطير جدا، عليك بالمبادرة بحثه على التوبة وتذكيره وتخويفه بالله عز وجل، تذكيره بالموت وأنه كبير السن، فيجب عليه أن يبادر بالتوبة لأجل أن تدركه ومنيته وقد تاب إلى الله وحسنت خاتمته يكون من أهل الجنة. أما إن بقي على هذه الحال خصوصا بعد زوال الجهل عن تعمده لاستمرار على ترك الصلاة فإنه غير مسلم، وإذا مات على هذه الحالة فإنه يموت على غير الإسلام. وذكره لله بلسانه لا يفيده شيئا ما دام أنه مضيع للصلاة، لأنه على غير دين. والكافر لو فعل ما فعل من الأعمال والأقوال الصالحة فإنها لا تصح له ولا يثاب عليها، لأنه لم يبنيها على أساس صحيح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يستعين بأناس آخرين؟ لأن النصيحة من الأقارب في الغالب ما تكون لها آثار أخرى في الصالح. نعم، يستعين بأقارب وبغيره وبطلبة العلم. طيب. نعم، الله أن يهديه ويسمعه شيئا من كلام أهل العلم المسجل أو يقرأ عليه من الكتب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا المستمع: إن والدي أكثر ما يكون جفاء مني، حيث أنني أكثر شخص يدعوه وأدعوه بالحسنى، وأخيرا بدأت أشعر أن القرب منه أدعى للعقوق والبعد عنه كذلك، ليس في حاجة من ناحية مادية ولكن من ناحية صحية ونفسية، وفي حاجة لي ولإخواني ولكنه لا يدرك ذلك، فهو يدفوهم ويدفوني. بماذا توجهونني وتوجهون إخواني؟ جزاكم الله خيرا. عليكم القيام بخدمته والإحسان إليه مع المناصحة ودعوته إلى الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم فهد من حائل بعثت برسالة وضمنتها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: ما هي الأحكام المتعلقة بالمرأة المتوفى عنها زوجها، وبالأخص الخروج من المنزل وزيارة الأقارب والمرضى قبل مغيب الشمس؟ المرأة المتوفى عنها زوجها تجب عليها العدة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا إذا كانت غير حامل. أما إذا كانت حاملا فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل طال أو قصر، بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا عام في المتوفى عنها وفي غيرها، وعليها في أثناء العدة لزوم الإحداث. والإحداث يتلخص في أربعة أشياء: أولا ملازمتها للبيت الذي مات زوجها وهي فيه، فتبقى فيه ليلا ونهارا حتى تنتهي العدة، ولا تخرج إلا لحاجتها التي لا بد لها منها، ويكون ذلك في النهار. أما زيارة القريبات أو المرضى هذا لا يسبب لها الخروج من البيت، لأن هذا ليس حاجة ضرورية، لكن الحاجة الضرورية هي التي لا بد لها منها ولا يقوم غيرها مقامها فيها، تخرج في النهار فقط ولا تخرج في الليل. الشيء الثاني: عليها أن تتجنب الطيب بجميع أنواعه سواء في بدنها أو في ثيابها. الأمر الثالث: عليها أن تتجنب الزينة في ثيابها أو الزينة بالحلي، فلا تلبس الحلي ولا تلبس ثياب الزينة، وكذلك الزينة في بدنها، فلا تختضب ولا تستعمل المساحيق والأشياء التجميلية ما دامت في العدة. هذه هي الأمور التي تجب على المحدة: أولا المكث في البيت، وثانيا تجنب الطيب، وثالثا تجنب لباس الزينة من الثياب، ورابعا تتجنب لباس الحلي بأي نوع كان حتى تنتهي عدتها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من حيث الإقامة شيخ صالح، أين تقيم المعتدة؟ في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، مهما أمكنها ذلك. جزاكم الله خيرا. إذا كانت المرأة من قرية معينة لكن إقامة الزوج وإقامتها بطبيعة الحال مع الزوج كانت في مدينة معينة، أين تعتد المرأة حينئذ، ولا سيما إذا لم يكن لديها في المدينة من يخدمها بعد وفاة زوجها؟ لا استطاعت أن تبقى في البيت الذي توفي زوجها
وقتها وهي فيه فإنه يجب عليها، أما إذا لم تستطع فإنها تتحول إلى البيت الذي تحصل فيه راحتها وطمئنانها وأمنها إذا كان عليها خوف أيضا أو تستوحش، تنتقل إلى بيت تحصل به الطمأنينة. وإذا استدعى الأمر أن تسافر إلى بلد تطمئن فيه وتعتد فيه تسافر إليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يلزم المرأة المعتدة أن تعتد حيث يقيم زوجها في الأصل أو حيث وفاته الشيخ صالح؟ قلنا إنها تعتد في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه مهما أمكنها ذلك، سواء كان في بلدها الأصلي أو في بلد آخر يمكنها البقاء فيه إلى أن تكمل العدة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قد نطيل بعض الشيء في هذا الموضوع الشيخ صالح، نظرا لاختلاف الناس ونظرا لكثرة الأسئلة التي تصل إلى البرنامج حول هذا الموضوع. مريض سافر للعلاج من قريته إلى مدينة معينة وتوفي حيث سافر للعلاج، زوجته كانت برفقته أثناء فترة العلاج، أين تعتد بعد وفاته؟ في المنطقة التي توفي فيها وتعالج فيها أو في مكان إقامته الأصلي وقريته الأصلية؟ ترجع إلى بلدها وبيتها لأنها في هذا الاعتبار مسافرة، فهي توفي زوجها ترجع إلى بيتها الذي في بلد الإقامة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أم فهد من حائل وتقول: ما هي الأحكام التي يجب على المسلم أن يتبعها عند فوات فرض من الفروض كصلاة المغرب مثلا؟ جزاكم الله خيرا. يجب عليه أن يبادر بأداء الصلاة بقضاء الصلاة إذا فاتته صلاة وخرج وقتها بسبب نوم أو بسبب نسيان، فإنه يبادر بقضائها متى ذكرها. قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. جزاكم الله خيرا. ما حكم من حلف بشيء بأن لا يفعله ثم فعله؟ هل يجوز التفريق بين ذلك في الكفارة؟ جزاكم الله خيرا. إذا حلف أن لا يفعل شيئا ثم فعله أو حلف أن يفعل شيئا ثم لم يفعله فإنه تجب عليه الكفارة لأنه حلف في يمينه، والكفارة كما بينه الله سبحانه وتعالى هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذه كفارة اليمين. جزاكم الله خيرا. هل يجب التتابع في صيام الكفارة شيخ صالح؟ بحال خلاف بين أهل العلم. طيب. والصحيح أنه لا يجب التتابع لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر في الآية تتابع، فقال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ما حكم إذا كان الإنسان في التشهد الأول يتذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية، هل يسجدها أم يزيد ركعة ويسجد سجود السهو قبل السلام؟ جزاكم الله خيرا. إذا جلس في التشهد الأول وذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية، فإن كانت هذه السجدة من الركعة الأولى فإنها تكون الركعة الأولى قد بطلت، فيقوم ويأتي بركعة ثانية بدلها ثم يجلس للتشهد الأول. أما إذا كانت هذه السجدة من الركعة الثانية فإنه يعود ويأتي بالسجدة ثم يجلس للتشهد الأول ويسجد للسهو بعد ذلك. في كل الأحوال يسجد للسهو. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عاطف عبد الحق مقيم في الرياض يسأل ويقول: هل يعذب المسلم الجاهل في أمور معينة ولم يخبره بها أحد أم أن الجهل له عذر؟ جزاكم الله خيرا. الجهل يختلف، إذا كان في مكان يمكنه أن يزول جهله بسؤال أهل العلم فإنه غير معذور لأنه مفرط، أما إذا كان في مكان لا يمكنه زوال الجهل أن يكون في بادية بعيدة عن الإسلام أو في بلد بعيد عن الإسلام ولا يصل إليه شيء من العلم ولم يسمع بشيء فهذا يعذر بالجهل. قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. قال تعالى: لينذركم به ومن بلغ. فالذي لا يصل إليه شيء لانقطاعه عن المسلمين إما لكونه في بادية بعيدة أو لكونه في بلد بعيد عن بلاد الإسلام وليس عنده أحد من أهل العلم ولم يسمع بشيء
فهذا يكون معذورا بجهله، ولكن الآن توفرت أسباب البلاغ ولله الحمد، وسائل الإعلام التي تبلغ المشارق والمغارب عن طريق الأثير، فالحجة تبلغ إذا كانت بلغة يفهمها لو أراد، فإنه بلغته الحجة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما معنى قوله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون؟ كيف سموه مرقدا؟ والقبر إما نعيم وإما جحيم. مرقد لبقائه ونكفه فيه، فهو يشبه مرقد النوم، وإن كان في نعيم أو في عذاب فهو مرقد. مرقد نعيم ولا مرقد عذاب والعياذ بالله. فهم يتحسرون إذا قاموا من القبور، يتحسرون ويسألون سؤال استغراق ويقولون من بعثنا من مرقدنا، فيجابون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة رمزت باسمها بالحروف ميم عين سين تقول: هل يجوز للفتاة أن ترفض من يتقدم لها خاطبا لمجرد أنه لا يتمتع بالصفات التي تحبها، إذ أنه ليس الشخص الذي تحلم به؟ الواجب إذا كان هذا الخاطب تتوفر فيه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه أو أمانته فزوجوه، فإنه لا يجوز لها رفضه، بما في ذلك من تفويت الفرصة على نفسها. أما إذا كان هذا الرجل يلاحظ عليه نقص في دينه أو في أخلاق خلقه وعشرته للمرأة، وأنها لا تستطيع العيش معه لسوء خلقه أو لسوء دينه، فلها العذر في رفضه. هل يجوز للفتاة أيضا أن ترفض الزواج جملة وتفصيلا لأنها لا تجد من نفسها القدرة والقيام بمسؤوليات الزواج وتحمل أعبائه، وهل تأسم حينئذ؟ جزاكم الله خير. ليس لها رفض الزواج، بل عليها أن تحسن الظن بالله عز وجل وأن تستعين بالله، والزواج فيه مصالح وفيه خيرات كثيرة، فعليها أن تعزم ولا تتردد وتقدم على الزواج، وسيكون فيه الخير إن شاء الله. هل يجب على من أخر قضاء أيام من رمضان بدون عذر ثم قضاها بعد ذلك بفترة طويلة، هل يجب عليه أن يطعم مع ذلك عن كل يوم من هذه الأيام مسكينا بسبب التأخير، أم أن صيام هذه الأيام يعد كافيا وفتونا مشكورين؟ إذا أخر القضاء لغير عذر ثم قضاه، فإن كان قبل أن يأتي رمضان الآخر، يعني قضاه فيما بين الرمضانين، فإنه يفي القضاء. أما إذا أخره إلى ما بعد رمضان آخر لغير عذر، فإنه يجب عليه أمران: القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير. جزاكم الله خيرا. بعض الناس إذا تأخر عن أداء صلاة الفجر في وقتها حتى تطلع الشمس، ثم بعد قيامه رجع إلى النوم مرة أخرى وقال: بما أن الوقت قد مضى فإنه لا خير في تأخير الصلاة، حتى عبارة غير مفهومة، حتى أنهض من نومي. أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. كأنه يقول ما دام مضى أول الوقت فإنه يريد أن يستمر في النوم، هذا حرام عليه ولا يجوز. لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها والاشتغال عنها بنوم أو غيره، إذا أخرجها عن وقتها متعمدا فإنها لا تصح منه. بعض العلماء يرى أنه يكفر بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالقضاء في حق من نام أو نسي، نام بغير اختياره، غلبه النوم وهو يريد القيام لكن غلبه النوم ولم يستيقظ، فهذا هو المعذور. أما إنسان يتعمد النوم ويقول النوم عذر، فهذا ليس بعذر، لأنه تعمده وأراد تأخير الصلاة عن وقتها وإخراجها عن وقتها، فهذا غير معذور ولا تصح منه صلاته، لأنه تعمد إخراجها عن وقتها، والصلاة قد جعل الله لها وقتا حدده سبحانه وتعالى، لا يجوز إخراجها عنه إلا لعذر شرعي، من نوم غلب على الإنسان بغير اختياره، أو سفر يريد الجمع بين الصلاتين، فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح.
الله. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا.